تستضيف مملكة البحرين يوم الاثنين القادم عن بعد الاجتماع الدوري 14 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بتنظيم من السلطة التشريعية، حيث من المقرر أن تترأس مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب هذا الاجتماع، وسيكون معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رئيسا لوفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع ضمن وفد يمثل الشعبة البرلمانية للمملكة ويضم أعضاء من المجلسين. للحديث عن هذا الاجتماع معي عبر الهاتف سعادة النائب عبد الرزاق حطاب عضو الوفد المشارك في الاجتماع. سعادة النائب مساء الخير، بداية ما هي الموضوعات التي سيتم بحثها خلال اجتماع رؤساء المجالس الخليجية غدا أو بعد غد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافة. تستضيف مملكة البحرين يوم الاثنين المقبل الاجتماع الدوري 14 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجلس الشورى والنواب الوطني والأمة العربية بدول مجلس التعاون برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، حيث يشارك وفد الشعب البرلمانية برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن طريق الاتصال المرئي. ومن المقرر أن تستعرض الوفود الخليجية المشاركة خلال الاجتماع جدول أعمال التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري 13 لأصحاب المعالي والسعادة، وكذلك بالإضافة إلى عرض مذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، ومذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع بشأن المواضيع الخليجية المشتركة، وأيضا بإضافة إلى ذلك مذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع بشأن مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والمقدم من المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومحضر الاجتماع الدوري 13 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية، وأيضا يعني سيتم استعراض محضر الاجتماع 13 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وأخيرا القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية والقواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة النائب عبد الرزاق حطاب عضو الوفد المشارك في الاجتماع.